السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة أضرار السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية القاتلة الفيب والإيكوس التي تصل إلى حد الوفاة وأيضا الضعف الجنسي. ولكن قبل أن نبدأ، عنوان صيدلية الدكتور محمد القفاص الإسكندرية الدخيلة بحري بجوار مدرسة الدخيلة الإعدادية أمام جزارة كواكب. مواعيد تواجدي بعد 6:30 مساء يوميا على الجمعة. وبالنسبة للأخوة القادمين من كافة محافظات مصر والدول العربية ودول أوروبا وأمريكا وكل قارات العالم، عنوان الصيدلية موجود على جوجل ماب بعنوان عنوان صيدلية الدكتور محمد القفاص بالأسكندرية. نيجي لموضوع الفيب والإيكوس. مش الفيب والإيكوس وبس، لا، ده أنواع عديدة، كل أنواع السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية. منذ أكثر من عامين، من سنتين، اتكلمت عن الموضوع ده وعن خطورته، والأخ محمود الدرة خفاش الظلام في كندا مروج الهرمونات قال لك لا، ده الفيب ده حلو، والفيب ده ممتاز، والفيب ده جميل. أثبتت الدراسات اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن الفيب والإيكوس، السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية، تسببت في وفاة حالات عديدة، وتسبب مرض يسمى البوب كورن لانج. بوب كورن لانج فين هو؟ عشان بس نشوف الاسم اهو، اكتب الاسم ده على اي موقع علمي اهو. بوب كورن لانج، يعني ايه بوب كورن لانج؟ يعني الرئة الفشار. الرئة الفشار، يعني ايه الرئة الفشار؟ بتيجي جايه الرئة، ممرات الرئة من الداخل كده مفشرة كده مسدودة، يعني الممرات الهوائية في الرئة تيجي مسدودة تتسد. تبص تلاقي عاملة، عملت زي الفشار، صورتها في الأشعة زي الفشار. طبعا السجائر الإلكترونية والشيشة الإلكترونية لها أنواع عديدة، عشان واحد يقول لي لا أنا مش هشرب فيب، أنا هشرب إيكوس. سواء فيب سواء ايكوس سواء اي اسم تجاري، بيبقى فيه احتراق زيوت عطرية. ايضا سر تسمية المرض ده ان الناس في امريكا بيحطوا زيوت عطرية على البوب كورن، على الفشار، عشان يديله طعم. ماتت بالمرض ده. طب المرض ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجات عديدة. انسداد في ممرات الرئة، طبعا بيعمل لزوجة عالية جدا في الدم، طبعا بيرفع الضغط، طبعا بيعمل جلطات، طبعا بيعمل ضعف جنسي. بيعمل ضعف جنسي ليه؟ لأن عملية الانتصاب بتعتمد في الأساس على سريان الدم وتغذية العضو بالدم. الشرايين والأوردة لزوجة الدم زادت لدرجة ان تسبب في جلطات، يبقى اذا هيحصل انتصاب ازاي؟ طبعا الانسداد الرئوي بيخلي مفيش اي نفس وموت. انا امبارح عملت بوست على صفحتي المليونية على الفيسبوك وعلى قناتي المليونية على اليوتيوب، ناس كتير علقولي ان لهم اصدقاء توفوا بالسجائر والشيشة الالكترونية. يبقى هتكتب لي كده على اي موقع طبي بوب كورن لانج، بوب كورن لانج، اضرار السجائر والشيشه الالكترونيه القاتله، اضرار قاتله. وخلي بالك التدخين بوجه عام هو السبب الرئيسي لامراض الجلطات، وايضا نسيت اقول لكم حاجه، البخار او ناتج الاحتراق اللي انت بتشفطه ده بيعمل اضطرابات في الجهاز الهضمي،
ليه؟ لان هو بيكون غازات وانتفاخات داخل الجهاز الهضمي، مما يحدث اضطرابات داخل الجهاز الهضمي وعسر هضم وسد شهيه ونقصان في الوزن. ده غير الخساره الاقتصاديه لمالك، بتصرف فلوسك في مكان ما يصحش تصرف فلوسك فيه. طبعا موضوع الفيب وموضوع الايكوس اصبح حقيقه لا تقبل الشك، حقيقه لا تقبل الشك. وخش على اي موقع طبي اكتب الرئه الفشار، الرئه الفشار، اكتب على جوجل الرئه الفشار، اكتب على ميديسكيب الرئه الفشار او البوب كورن لانج، هتلاقي الكلام ده حقيقه. في بقى موضوع هام جدا وضروري انا كنت عايز اكلم حضراتكم عنه، بل اريد ان افرد له حلقه كامله، الا وهو المقبره بتاعت بني سويف. ناس يعني سبحان الله، سبحان الله، فكره عاليه قوي. فحتوا تحت الارض تربه وصبوها وجابوا ناس رسموا جداريات فرعونيه وجابوا تماثيل جبس حطوها ورموا عليها رمله وتراب، وراحوا لتجار الاثار اتصلوا بيهم وباعوا المقبره ب 400 مليون جنيه. طبعا وزاره الداخليه عرفت ووزاره الاثار عرفت، نزلت لجان فحصوا المقبره، اتضح انها مقبره مزيفه. طبعا الناس دي حتى لو اتقبض عليهم لن يوجه لهم اي تهمه. ليه؟ لان النصابين اللي اتنصب عليهم تجار اثار، فلو جه اتهموهم ان دول نصبوا علينا هيبقوا تجار اثار ويتحبسوا. فاذا حلال عليهم كده ال 400 مليون جنيه. وبعدين في ناس كتير قوي من بني سويف اتصلوا بي قالوا لي الموضوع ده ماشي في بني سويف من زمان، فيعني خلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم، اي حد عايز يشتري اثار يتصل بوزاره الاثار ووزاره الداخليه عشان يتحقق. اعوذ بالله، مال مصر محدش ليه دعوه بيه، مال مصر يا جدعان لكل المصريين. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتم اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، على امل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو مي اموري سينيوري، اني احبكم في الله بكل لغات العالم فردوها علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.